فاجعله نورا من مسجد الاخر كما وسلم النعرج به اليك المغرب اللهم اجبر علينا كرم الشياك لا كرم الرحيم وبعد الروح من السراج وبجل ملكة الموت بقبرها من خشب الغيوب وكي من راكب وتفسد شاكرا ربك يومئذ المشاة وسرد العام القليل في الاعداء اللهم لك الجدل عنك كفا انتظر اكلك وانت مدد في سلوات عليك راكئه وشاكره بين يديك ولا تغير بأنك الجميع عتابا سلك وخرج من منازل إلى المسجد طامئة في ملكين والاسم أسماء تنكدت بها مدينة مسجد عبد الكريم ولا تطمس بالعماء عيونا بكت سيدنا بالليل خوفا من عذابك العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع عباد الذنوب ولا ان يحسن دباء القلوب ولا امتي الذين شلهم كل ممدود ولا كل محدود ما هبت النفقه السفريه وتعرضت المجن بارضي اخبار الاخيار السكيه المسكيه امين اللهم امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أرض الجوع الحليم وأرض نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فضل إلهي يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين. ربي لما شهدهم وتوفنا مسلمين، نبوض بنا آمنين في زمرات السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ربي Amen.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبدنا ونبينا صلى وسلم على سيدنا محمد بن عبدنا ونبينا وسلم على سيدنا محمد في كل يوم نحيانا وسلم على سيدنا محمد بن الملك على المدين اللهم اجعلنا وسلم من هذا الموضوع سلم المبرع من القرآن العظيم وما علمنا ولا سلم قال وقود أسقينا وسلام عليكم هو يرد سلاما إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يكون بين فبين أن يتصدى ويتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفع عليه مرضا شمس لتعلمه يرى الله تعالى في الهوى الى ان يجيب عن مصري ثم يصلي قائما على قدميه يتلو القران الى ان يدبر للضفان وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا الى طلوع الفجر ثم يخرج لمدينه